نبتدي في اخبار الزمالك. انا معايا على التليفون كابتن اسلام عادل مدير الكره بنادي مصر المقاصه. كابتن اسلام اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. الحمد لله كابتن ابراهيم، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ طمني عليك. والله الحمد لله ماشي الامور. والله يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. خليني اقول لك هارد لك على نتيجه مباراه اليوم واسالك رايك فيها ايه، تقييمك ليها ايه؟ والله الحمد لله، يعني احنا ظروف زي ما بقول لك بنمر بظروف صعبه شويه بعد رحيل كابتن تامر مصطفى، مدرب كبير جدا ومدير فني كبير، طبعا عنده تجربه اولى في الدوري الممتاز كمدير فني معانا، عملنا شكل جيد جدا، وطبعا كان كابتن تامر هو اللي عمل الفرقه، هو اللي استقطب عدد كبير من اللعيبه، فطبعا بعد رحيله طبيعي ان يبقى فيه يعني تاثير شويه ممكن يبقى سلبي الشكل برضو الجديد وكده، وبعدين يعني قررنا او اداره النادي قررت ان هي تكمل بالجهاز المعاون، وادينا شغالين اهو بنشوف المواضيع هتبقى عامله ازاي، الامور هتبقى عامله ازاي، يوم احنا الاثنين، نوصل لحد فين. يوم الاثنين يا كابتن اسلام عمل معايا كابتن مصطفى يونس مداخله على الهواء مباشره واوضح انه قعد مع حضرتك ومع اللواء بكري سليم وانه اتفق تماما على تولي مهمه التدريب في مصر المقاصه، وبعديها يمكن بدقائق قليله وكان هناك نفي من مصر المقاصه لهذا الامر على الاطلاق. اتحاك معه موجود طيب معانا واحب انك توضح للناس ايه ملابسات القصه دي، ايه كواليسها. طيب خلينا الاول نقول انه كابتن مصطفى له قيمه كبيره جدا طبعا وبحترمه جدا وبقدره جدا، وكان ليا شرف اكيد ان انا اتمرنت معاه في النادي الاهلي، كان مدربي، والراجل يعني لا خلاف على اسمه، اسم كبير جدا وشخصيه كبيره جدا ومدرب كبير جدا، مش اكيد مش النهارده يعني هنؤكد او هنتناقش في القصه دي، صحيح لكن خلينا نقول برضو الامور ببساطه ووضوح، يعني انه اكيد انا فعلا كنت انا وسيادة اللي هو بكري سليم مدير تنفيذي للنادي، وكان في احد المستثمرين يعني كان موجود معانا في جلسه، وكنا بنناقش مستقبل النادي الفتره اللي جايه، وان حد حابب ان هو يستثمر في نادي مصر المقاصه او حابب ان هو يتعامل معانا بشكل من الاشكال، وكان برضو المستثمر كان رشح ان الكابتن مصطفى يونس ممكن يبقى مدير فني، اعتقد ان هو رشح اسامي تانية قبل كده، لكن كان يعني كان ترشيحه للكابتن مصطفى يونس، ودي كانت قعده اولى يعني، وحضرتك عارف بعد رحيل الكابتن تامر مصطفى الفترات الاخيره رشحت اسامي كبيره جدا واسامي كثيره جدا لنادي مصر مقاصه، ما بين ناس سبق لهم اللي عمل في الدوري الممتاز، وما بين ناس يعني كانوا يمنوا نفسهم يكونوا موجودين، لكن اداره النادي شافت ان في الفتره دي يعني احسن حاجه انه الناس المعولين يكملوا، طارق حجاج يكمل وانا والناس اللي الموجوده كابتن داش والكابتن هاني مصطفى محمد السيد، لان احنا اكثر ناس عندنا درايه بالوضع الفتره الاخيره، واعتقد حتى اي مدير فني هيجي كان هياخد فتره طويله علشان ان هو يعني طيب هل كان دخول الكابتن مصطفى يونس مرتبط بدخول هذا المستثمر؟ لا هي الفكره ما كانتش حاجه مرتبطه بحاجه خالص، هي كانت قاعده اولى، وكان طبعا يعني معالي النائب وليد هودي طبعا هو المؤسس اصلا نادي مصر المقاصه والمشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي مصر المقاصة كان مشغول، فأنا كنت أنا يعني يعتبر النائب بتاعه، ايوه فأنا نبت عنه في الجلسة، فيعني قلت في نهاية القعدة إن إحنا هنبقى بنعرض القرار على مجلس الإدارة علشان يبقى في قرار نهائي، لأنه أنت عارف طاولة مجلس الإدارة عليها قرارات كتير وعليها يعني لا، وفكرة الدخول للاستثمار في حد ذاته دي فكرة كبيرة يعني هتاخد وقت وإجراءات أعتقد يعني. يعني لا يعني كان برضو يعني كان في كلام واضح، وكان في كنا بنحاول نقصر الطرق لان احنا الامور عندنا ما تسمحش ان احنا ناخد وقت طويل، لكن هي الفكره بس في حاجه، الفكره انه احنا لعبنا ماتش سموحه وطلعنا لقينا انه كابتن مصطفى اسم كبير جدا جدا، باكد على الكلام ده، لكن يعني لو ما وصلناش لقصه ان احنا نتعاقد او ان احنا نتفق، لانه اكيد لو كنا وصلنا للنقطه دي كان هيبقى في اعلان من خلال النادي، نادي ودي الطرق الشرعيه والواقعيه انه النادي هو اللي بيعلن، مش ان هو بيعلن، فيمكن تكون في استعجال بعض الشيء، فبالتالي الموضوع كان في فكره، كان في فكره وكان في نقاش، كان في نقاش، لكن لم يتعاقد نادي مصر المقاصه مع الكابتن مصطفى، الكابتن مصطفى ما قعدش مع مجلس الاداره، اكيد لو كان في اتفاق ان هو يكون موجود كان في يعني خطوات معلومه للجميع، انه هيبقى في جلسه مع بالاخص يعني معالي النائب وليد هويدي مدير قطاع كره القدم ومؤسس النادي، او مثلا اللي هو عمرو هويدي او الحاج احمد هويدي، اكيد كان هيبقى في جلسه اكبر من كده علشان حتى نتفق على يعني بنود التعاقد، سنين التعاقد، الحاجات دي، لكن يعني اعتقد كانت يعني كابتن مش حابب احط كل مصطلح في مكانه يعني،
يعني حصل ملامسات في الامر، لكن في الاول ولا في الاخر ولا نادي مصر المقاصه اساء خالص الكابتن مصطفى ولا اي حاجه، احنا بالعكس بنحترمه وبنقدره، هو قيمه كبيره جدا، لكن في النهايه يعني كانت فكره مطروحه، لكن ما تم يعني خلينا نقول انه ما تمش الخضوع لخطوه ثانيه او ما خدناش خطوه ثانيه في الامر. فبالتالي بالنسبه لنادي مصر المقاصه لما اتسالنا انه لما جالي تليفونات بعد المباراه هل الكابتن مصطفى، قلت لهم لا لم يعين الكابتن، يعني ما حصلش لم الموضوع ده، يعين. احنا لم نوقع العقود، يعني ما عملناش العقود، طبيعي انه كابتن مصطفى اسم كبير، صحيح. لو كان في انتم نصيب كنا مستمرين يا هنتكلم كابتن موضوع اسلام، اصلحه يعني. مستمرين بالجهاز اللي موجود دلوقتي بالكابتن والله حجاج؟ هي دي نية النادي ان يبقى هذا الجهاز كما هو من ابناء النادي، لكن خليني اقول لحضرتك طبعا انه اكيد كرة القدم فيها متغيرات، فيها امور مختلفة، لكن النية من مجلس الإدارة ان احنا نكمل بهذا الشكل، والناس دي برضه عشان اديهم حقهم، يعني احنا شغالين في ظروف صعبة جدا، حضرتك عارف طبعا امكانيات وظروف طبعا. نادي مصر المتقاصة من اول السنة، مش عايز اظلم طارق حجاج ولا كابتن داش ولا الناس اللي موجودة، كل الناس كلهم محترمين جدا، واحنا اولاد النادي اكتر ناس يهمنا مصلحة النادي ان الامور تمشي بشكل كويس، لكن احنا كمان اول ناس لو حسينا ان النادي يعني على ايدينا ما بيعملش احسن حاجه اكيد هنشوف الحلول الامثل، وزي ما بقول لك انا دايما الكوره ما فيهاش ثوابت يعني. صحيح صحيح كابتن اسلام، انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك شكرا جزيلا، ربنا وبتمنى يخليك، لكم كل التوفيق. كابتن ربنا اسلام يخليك يا رب. عادل مدير الكره بنادي مصر المقاصه، وايضاح مهم جدا جدا حطيناه قدام حضراتكم.